الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب الرابع كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، وفي بعض النسخ سقطت البسملة، وفيه 80 بابا. والوضوء لغة من الوضاءة والنظافة لغة، لكن شرعا هو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لتصح صلاته وعبادته. الباب الأول، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما جاء في الوضوء بضم الواو، هكذا الوضوء اللي هو الفعل ذاته، أما الوضوء بفتح الواو فهو ما يتوضأ به، يعني الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء بفتح الواو، أما الوضوء فهو الفعل ذاته، قيامك بالفعل نفسه. ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى، يعني دليله من القرآن أولا: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا كنتم نائمين وقمتم من النوم وأردتم الصلاة فلتفعلوا ذلك، فدل على أن النوم حدث من الأحداث، لأن إذا قمتم يعني معناه من النوم كما قال الإمام الشافعي، فكأنه ذكر الحدث هنا وهو زوال العقل بنوم أو سكر أو جنون، دي كلها نواقض للوضوء. والنبي مستثنى في النوم، فالنوم نوم النبي لا ينقض وضوءه. إذا قمتم إلى الصلاة أي تريدون الصلاة فاعملوا فاغسلوا، وطالما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يبقى مضمون هذا هو النية، فأنا بغسل بنية أن أصلي، يبقى هنا دخلت النية، فلا بد أن تنوي أن هذا الغسل لأجل الاستعداد للصلاة، يبقى هذه نية الوضوء. وبدأ بالفرائض وذكر الفرائض، والسنة بينت السنن، فعل النبي بين السنن الزائدة على الفرائض، فالآية ذكرت ما لابد منه. فاغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو، الغسل هو جريان الماء على العضو سواء بدلك أو بغير دلك، ده اسمه الغسل. فاغسلوا وجوهكم، والوجه هو ما تتم به المواجهة من منابت الشعر أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمتي الأذن عرضا، يبقى كل ده اسمه الوجه، يبقى لابد أن يغسل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبالتالي يبقى يؤخذ جزء من من النصيب عشان أضمن، وجزء من الأذن عشان أضمن، وأسفل الذقن مع جزء من الرقبة عشان أضمن إن أنا عملت الفرض، لابد إن أنا أخرج على حدوده، لأن حريم الشيء لا حكم ما هو حريم الشيء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قالش بقى كم مرة، يبقى المطلوب هو المرة الواحدة، لأن إذا تم الغسل بمرة تم الالتزام بالأمر والقيام بالأمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ولما توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء لا تصلح الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء يؤتى صاحبه أجره مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا
وقال هذا وضوء وضوء النبيين من قبلي. يبقى الآية لم تذكر إيه؟ تعدد الغسل، فقط يتم الغسل يبقى تم الوضوء، ولو بمرة ولو بمرة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم اليد تطلق ويقصد عليها من أطراف الأصابع للإبط، كل دي اسمها اليد. يبقى ما نقول إيده في لغة العرب يعني إيه؟ يعني من أول أطراف أصابعه لحد إبطه، كل دي اسمها الإيد. أما يقول وأيديكم إلى المرافق، حد الحد إلى المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، مع المرافق، إلى يعني بمعنى مع، حتى يدخل المرفق في وجوب الغسل. طب وعرفنا منين؟ اللغة تحتمل إن إلى يعني حدها فلا تدخل، من حيث اللغة مش كده برضو؟ يعني قد تدخل الغاية في المغية ولا تدخل في المغية زي ما بيقول. لما تقول أنا قرأت القرآن إلى سورة مريم، يعني وقفت على مريم، يعني مريم ما دخلتش في القراءة، مش كده برضو؟ فأحيانا إلى لا تدل على المعية، وأحيانا تدل على المعية، زي من أنصاري إلى الله يعني مع الله. فهمت إزاي؟ فيبقى إلى تأتي في لغة العرب إما إلى الغاية أو تدل على المعية، يعني معنى مع. طيب وعرفنا طالما تحتمل معنيين نؤمن نعرف، طب الآية تقصد أي معنى؟ نرجع للسنة، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين وزاد شوية كمان، يبقى المرفقين دخل، يبقى عرفنا إلى هنا بمعنى مع. لولا فعل السنة كنا نقول إيه؟ ممكن المرفقين ما يخشوش، من حيث اللغة. ودي أهمية السنة، أن اللغة تحتمل أوجه كثير في المعاني، فتأتي السنة توضح لك أي معنى هو المراد من حيث العمل. يبقى إلى هنا بمعنى مع، أي مع المرافق، فالمرافق لابد أن تغسل مع إيه؟ وعرفنا مع منين؟ إنها بمعنى مع من السنة، لكن من حيث اللغة تحتمل إنها خارجة وتحتمل إنها داخل. وامسحوا برؤوسكم، ثم المسح بالرؤوس، برؤوسكم الباء هنا للإلساق ولا للتبعيد ولا لإيه؟ للاستيعاب، كل ده يحتمل. يعني برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم ولا ببعض رؤوسكم أو ملصقين أيديكم برؤوسكم، تحتمل الثلاث معاني، والثلاث معاني إيه؟ قالوا المذاهب. فالإمام مالك قال برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم، فعنده الرأس لابد أن تستوعب على مذهب الإمام مالك بنص الآية، وجعل الباء هنا إيه؟ برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم للاستيعاب. والإمام الشافعي قال الباء للتبعيد، ببعض رؤوسكم، بدليل أن النبي مسح على المصية والعمام فاكتفى بالبعض، يبقى الباء هنا للتبعيد، ببعض رؤوسكم. وقال أقل بعض الرؤوس يعني ولو ثلاث شعرات محاذية للرأس، ده أقل شيء. الإمام أبو حنيفة عنده الباء للتبعيد وقال أقلها ربع الرأس، يعني اللغة تحتمل معاني كثيرة من حيث التطبيق. أو الباء للإلساق، إنك أنت لابد عند المسح أن تلصق المسح آلة المسح بالممسوح، تحتمل ده وتحتمل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويجي بعدها أرجلكم منصوبة معطوفة على ما المغسول اللي هو إيه؟ اللي هو الوجه واليدين، فدل على أن الرجل تغسل ولا تمسح على قراءة الفتح، وأرجلكم يعني واغسلوا أرجلكم، لأنه وامسحوا برؤوسكم مكسوره، وبعدين وأرجلكم يبقى معطوفة مش على الرأس، دي معطوفة على المغسول الوجه واليدين، يبقى معطوفة على مغسول يبقى تغسل. الإمام الشافعي استنبط من هذا على أن الترتيب مراد، لأن الواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، يقتضي مطلق الجمع فقط ولا يقتضي الترتيب. إيه قرينة الترتيب في الآية عند الإمام الشافعي؟
ان هو فصل بين المغسولات بممسوح، فلو لم يكن الترتيب مراد ما فصل الممسوح في وصف المغسولات، بل ذكر المغسولات كلها ثم ذكر الممسوحات. لكن كونه يجيب الممسوح في وسط المغسول يبقى ايه الترتيب مراد، يبقى لان الواو في حد ذاتها لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. اللي اقتضى الترتيب عند الشافعي ايه؟ فهمه في اللغه، ان في اللغه الفصاحه تقتضي انك انت تذكر الايه الانواع المتشابهه مع بعضها ثم بعد ذلك الانواع الثانيه. فكونه يجيب حاجه ممسوحه في وسط مغسولات يبقى يريد الترتيب، يبقى الترتيب مراد عند الشافعي من الايه، وبالتالي جعل الترتيب ركن من اركان الوضوء. والامام مالك قال الواو لا تقتضي الا مطلق الجمع، فالترتيب سنه وليس واجبا. ده عند الامام مالك. في قراءة تانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على مكسور على الإيه على الممسوح، يبقى تمسح الإيه الرجلين إلى الكعبين اللي هو إيه العظم الناشئ البارز اللي بين القدم والساق، اسمه الكعبين، كل قدم ليها كعبين. وإلى هنا برضو بمعنى مع، وعرفنا إيه بمعنى مع، يعني إيه إن الكعبين داخلين في المطلوب الغسل، زي ما قلنا برضو إيه إلى المرافق يعني مع المرافق هنا، وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. طب وقراءة الكسر وأرجلكم اللي أراها بالفتح من القراء نافع وكذا ابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب، دول قالوا وأرجلكم بالفتح. باقي القراء وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، وهي قراءات متواتره كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل السنه قالوا ان قراءه المسح تدل على وارجلكم امسحوها ان كانت في الخف، لان النبي كان يمسح بالخف، فهي تظهر ايه مسح الخف. وقراءه الغسل وارجلكم ان كانت بغير خف. الروافد والشيعة خالوا بقراءة إيه الكسر فقط، فعندهم المسح القدم ولو بغير خف هو ده الشرط، بحيث أنهم عندهم الغسل لا يصح مع الوضوء، دول الشيعة والروافد، فلا يجوزوا غسل القدم بل يجعلون المسح هو المطلوب، فلو غسل وضوءه باطل، وهذا مجازفة منهم، مجازفة من عند الشيعة. يبقى المسح إن كانت بخف والغسل إن كانت بغير خف، والقراءتين واردين أرجلكم وأرجلكم، ويبقى كده خلص الوضوء خلص الوضوء. يبقى الآية نصت على أركان الوضوء وهي الفرائض، لكن في السنة بقى هنقرأ كيفية، هنقرأ بعد كده كيفية وضوء النبي، زود بعض الأشياء وزود في العدد، فهمت ازاي؟ وجاوز المساحة المطلوبة كمان بالإسباغ. يبقى ايه السنة بيّنت بعض الايه الأفعال الأخرى الزائدة، فسمي يبقى الوضوء له ايه فرائض وله سنن، مش كده برضو؟ ثم إن الواو تقتدي مطلق الجمع ولا تقتدي ايه الفور. الفور يعني ايه؟ يعني الموالاة. لو هي الموالاه كان يقول ايه؟ فاغسلوا وجوهكم فايديكم، يعني ورا بعض. لكن قال وجوهكم وايديكم، قد تفيد ايه؟ التراخي وتفيد الفور، فتحتمل كده وتحتمل كده. فالشافعيه قالوا ان الموالاه سنه وليست شرطا. والمالكيه قالوا الموالاه شرطا والترتيب سنه، عكسه. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، لأن الآية بتقتضي المرة الواحدة،
فبين النبي ان الايه بتبين الفرائض فقط، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره مره، يعني كل عضو يغسل مره، وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث، وكره اهل العلم الاسراف فيه، يعني الاسراف فيه اما ان تزيد على الثلاث او ان تجاوز الاعضاء المغسوله المطلوب وصله، ده اسمه اسراف. طب والاسراف حكمه ايه في الوضوء؟ مكروه. وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، والنبي يقول لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. باب لا تقبل صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، لأن القبول ثمرة الصحة، فإذا كان لا يقبل يبقى غير صحيح. لا تقبل صلاة بغير طهور، وما هي الطهارة؟ الطهارة هو النقاء والنظافة في اللغة، لكن في الشرع لها معنى شرعي، وهي رفع حدث أو إزالة نجس، مش كده؟ رفع حدث أو إزالة نجس أو ما كان على صورتها أو في حكمها، يعني على صورتها، يعني على صورة الطهارة زي في الأسنان الأغسال المسنونة وزي الوضوء المسنون، ما بيرفعش حدث. يبقى تجديد الوضوء ده على صورة الوضوء، لكن في الحقيقة هو ما بيرفعش حدث، عشان كده قال أو على صورتها، عشان يدخل الأغسال المسنونة والوضوء المسنون اللي هو تجديد الوضوء. طب وما في حكمها؟ عشان يدخل التيمم، مش كده برضو؟ ويدخل وضوء دائم الحدث لأنه لا يرفع حدث، يبيح الصلاة فقط. يبقى الطهارة معناها الشرعي ايه؟ رفع حدث او ازالة نجس او ما كان على صورتها او على صورتهما او في حكمهما، ويكون ان كان من ايه؟ من حدث اكبر يكون بالغسل، وان كان من حدث اصغر يكون بالوضوء. لا تقبل صلاة بغير طهور، يبقى عرفنا يعني ايه الطهور. اسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيح الحديث 35 بعد 100، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراد. والفساء هو الهواء الذي يخرج من الدبر بغير صوت، والضراد هو الهواء الذي يخرج من الدبر بصوت. فإذا دل على الهواء يبقى ما كان أكثر من الهواء من باب أولى، فهو إيه؟ دله على الأضعف ليبين الأقوى. إيه هو الحدث؟ هو ناقل الوضوء، يعني كل ما ينقل الوضوء أو يستوجب الوضوء يسمى حدث. طب إيه هو تعريف الحدث؟ تعريف الحدث له تعريفات كثيرة، ممكن تقول الحدث هو ناقل الوضوء، تمشي ماشي كويس، لكن علماء الشافعية عرفوه بتعريف لطيف، يقول هو ايه؟ امر عارض يقوم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا ايه؟ امر اعتباري، امر اعتباري، اعتباري يعني ايه؟ يعني ما تشوفوش بحواسك. يبقى هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ده تعريف الحدث. فإن كان الحدث أكبر يقوم بكل الأعضاء الجسم، وإن كان حدث أصغر يقوم بأعضاء الوضوء بس.
واضح؟ امر اعتباري. يعني ايه اعتباري؟ يعني لا ترى بالحس. يعني لما بينتقد وضوءك مثلا، ايديك ما بتسودش ولا وشك بيزرق ولا رجليك بتخضر ولا بيحصل فيها حاجه. فهمت ازاي؟ ده امر اعتباري. يعني لما تشوف واحد متوضي هو نفسه شكله هو مش متوضي، ولا لما بيطلع ريح بيتغير شكله، عينيه يعني بتحمر وبيطلع شرار من ودانه مثلا او لونه بيتغير، ما بيحصلش. عشان كده قالوا امر اعتباري، يعني لا يدركه الحواس. يبقى امر اعتباري. الامر الاعتباري ده ايه؟ يقوم بالاعضاء، سواء كانت الاعضاء اللي الجسم كله في الحدث الاكبر او اعضاء الوضوء بس في الحدث الاصغر. كويس. طب لما بيقوم هذا الامر الاعتباري بالاعضاء بيعمل ايه؟ يمنع من صحه الصلاه، يمنعك من صحة الصلاة، ويمنعك أيضا من مس المصحف ومن الطواف وغير ذلك من الأشياء. حيث لا مرخص، يعني حيث لا، يعني لو في رخصة ممكن تتيمم، والتيمم لا يرفع الحدث لأن في رخصة، مش كده؟ ولو في حدث دائم بتتوضأ والحدث مستمر وبتصلي لأنه ما رفعش حدث، يبقى حيث لا مرخص. يعني المرخص من فقد ماء التيمم او من دوام حدث ايه لدائم الحدث كالمستحاضة ومن به ثلاث بول او انفلات الريح. فهمت التعريف؟ يبقى اسمه الحدث. ما هو الحدث؟ هو ناقض الوضوء او امر. طب يقول لك وما هو ناقض الوضوء؟ تقول له بقى ما خرج من السبيلين، سواء كان معتادا او غير معتاد على تفاصيل في المذهب، او النوم اللي هو الذي بيعه إزالة العقل بسكر أو نوم أو مرض، وكذلك مس الذكر أو مس الذكر الفرج، الفرج الإيه، مس الفرج سواء كان قبل أو دبل بباطن الكف، وكذا مس المرأة على تعريف المس واختلافه في المذاهب المختلفة. يبقى إيه؟ ممكن تعرف الحدث بإيه؟ بإنك أنت تقول أقسامه. ده بالنسبة للوضوء. طب وبالنسبة للغسل؟ التقاء الختانين اللي هو العلاج، أو نزول المني أو الموت. وبالنسبة للمرأة الحيض والنفاس والولادة. ممكن نعرف الحدث بالطريقة دي، إننا نقول أفراده. وممكن نعرف الحدث بما ينبني عليه، اللي هو الأمر الاعتباري القائم بالأعضاء حيث يمنع من ساعة الصلاة حيث لا مرخص. يبقى ممكن تعرفه بحاجات كتير. سيدنا أبي هريرة هنا عرف الحدث بإيه؟ بأفراده. فقال له ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فزان أو ضراد، إشارة إلى ما خرج من السبيلين. طب وليه ما قالوش الباقي؟ لأن ربما يكون يعلم الباقي، أو أنه أعلمه الباقي قبل ذلك وأراد بعد ذلك أن يبين له أن الهواء له أيضا، الهواء الخارج من السبيلين له حكم إيه الكثيف. يعني الهواء ده لطيف، والكثيف اللي هو الغائط نفسه أو البول نفسه، فأراد أن يبين له أن اللطيف له حكم الكثيف، العبرة بالخروج. فهمت إزاي؟ ربما يعلم بيعلمه بهذا المعنى. باب فضل الوضوء والغر والغر المحجلون من اثار الوضوء. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريره على ظهر المسجد، يعني صعدته، رقيت يعني صعدته، رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغر اللي هو إيه؟ البياض اللي في الوجه. يبقى وجوههم هتبقى مضيئة منيرة، دي الغر. بياض في جبهة الإيه؟ الفرس يسموه فرس أغر، يبقى الغر بياض في الوجه. محجلين يعني
إيه يعني أماكن الوضوء في الذراعين والقدمين أيضا مضيئة، لأن الفرس المحجل هو الذي يقف في بياض وإيه وينظر في بياض، يسموه محجل وحر. يبقى آثار الوضوء دي يوم القيامة، أمة النبي كل من توضأ يجي يوم القيامة ليه ميزة كده وباين في وسط الناس، أماكن الوضوء فيها مضيئة، فنعرف دي أمة النبي على طول صلى الله عليه وسلم. دليل أن الأمم الأخرى كانت لا تتوضأ، مش متعبدة بالوضوء. يبقى الأمم الأخرى لم تكن متعبدة بالوضوء. الأنبياء بس هم اللي كانوا يتوضوا، لأن النبي يقول هذا وضوء ووضوء النبيين من قبلي، لكن أتباع الأنبياء ما يتوضوش. أمة النبي بقت تعمل اللي كان يعمله الأنبياء، يبقى أمة مكرمة بتعبد ربها كعبادة الأنبياء، لكن باقي الأمم ما كان أنبيائهم بس اللي يتوضوا، لكن هم ما يتوضوش، مش موجه لهم الوضوء. يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني معناه زود بقى مواضع إيه بغير إسراف. فكان سيدنا أبو هريرة ما يتوضأ يغسل لحد إبته، ولما يجي يغسل رجليه يغسل لحد ركبته، دي إيه بيطول بغير إيه زيادة في الماء بغير إسراف. فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل. يبقى إطالة الغرة معناه مجاوزة موضع الفرد في الغسل، الزيادة على موضع الغسل، الفرد في الغسل دون إسراف. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يعني لو واحد شك في وضوئه، هل خرج منه ريح او لم يخرج، هل انتقد او لم ينتقد، هل فعل ناقد وهو ناسي ولا ما فعلش، يعني شاكك، نعمل ايه؟ نقول له اليقين لا يزول بالشك، ودي قاعده في مذهب الشافعي، اليقين لا يزول بالشك. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. يستيقن يعني يتأكد. وعن أبي قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس كده ان حاجه حصلت حركه في امعائه او حركه عند دبره، فيفتكر كده ان وضوء انتقل. فهمت ازاي؟ يعني يخيل الي حاجه كده. فقال لا ينفتل او لا ينصرف، ينفتل بمعنى ينصرف. قال لا ينفتل او لا ينصرف يعني من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني يتيقن. يبقى المقصود هنا ايه؟ انه يتيقن. باب التخفيف في الوضوء. يعني ايه؟ انك انت ممكن تتوضا وضوء خفيف، يعني ايه؟ تستعمل ميه قليله وتقلل عدد التكرار، ده اسمه وضوء خفيف لما تكون مستعجل، ضاق الوقت مثلا او قل الماء، ضاق الوقت او قل الماء يبقى توضا وضوء خفيف عشان ايه؟ ما اخدش كل الميه، ولو ضاق الوقت علشان الحق ادراك ان انا اصلي ركعه قبل ان يخرج الوقت. يبقى الوضوء الخفيف له وقته اللي هو ايه؟ اذا قل الماء او ضاق الوقت او لادراك الجماعه باب التخفيف في الوضوء. وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى. نام حتى نفخ يعني استغرق في النوم، نوم عميق، ثم صلى
وده خاص بالنبي ان النوم لا ينقض وضوء النبي على اي وضع نام. واضح؟ قال الضجع نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة. وسبق هذا الحديث في الأبواب السابقة، لكن هو جايبه هنا علشان يبين الوضوء الخفيف. قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق. والشن المعلق قربة قديمة، قربة قديمة يعني ايه؟ القربة عبارة عن إناء من جلد مدبوغ يوضع فيه الماء ويعلق، إذا كانت قديمة سموها شن. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ. يبقى وضوء خفيف لأنها صلاة نافلة وفي الليل، وإيه ويريد أنه لا يستهلك كل الماء اللي عنده علشان لما يجي الفجر يلاقي له وضوء يتوضأ ليه للفجر، وعشان اهل البيت لما يقوموا يلاقوا لهم ميه. ما كانوش زي زمان بيفتح الحنفيه يلاقي ميه، لا ده كانوا يملوا الميه ويبقى يجمعوه. فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. كان صغير في السن وفي الفقه سيدنا عبد الله بن عباس، فوقف عن يسار النبي، فالنبي ايه حوله عن يمينه. دل على ان اذا صليت مأموما مع امام وانت كنت واحدا عليك ان تقف بجوار الامام عن يمينه. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم اتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه الى الصلاة فصلى ولم يتوضأ لخصوصيته صلى الله عليه وسلم في أن النوم لا ينقض وضوء. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيدة بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبح. يعني بيبين لهم طالما إن رؤيا الأنبياء وحي يبقى قلبهم يقظ، لأن القلب محل إيه؟ الوحي. وطالما قلبه يقظ يبقى مدرك لحواسه، يعني ضابط لايه؟ لمخارج جسمه، فيعرف على طول يدرك اذا كان خرج منه ريح ولا ما خرجش. باب اسباغ الوضوء. وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، الانقاء يعني المبالغه في ايه؟ في الغسل دون اسراف. والمبالغه في الغسل من حيث ايه؟ مساحة المغسول فتزود عن الفرد، ومن حيث التكرار وهو التسليس. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ وضوء. يبقى ده بيتكلم في حجة الوداع بقى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة في اتجاه ايه؟ المزدلفة، ودفع بعد غروب الشمس حتى إذا كان بالشعب. الشعب اللي هو ايه؟ الوادي اللي بين عرفة وبين المزدلفة. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني وضوء سريع لأنه لسه قدامه مشوار. فقلت الصلاة يا رسول الله، ما كانوا يصلوا المغرب، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. أمامك يعني بمزدلفة لسه. فقال الصلاة أمامك، لأن احنا هنجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في ايه؟ إذا أفضنا من عرفات إلى مزدلفة.
فقال الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. دل على أن في جمع التأخير الموالاة سنة وليست واجب، لأن لما جمع المغرب جمع التأخير صلى المغرب الأول وبعدين ينزلوا الحمولات بتاعتهم وعملوا الخيام بتاعتهم وبعدين صلوا العشاء بعد كده، ما ولاش، لكن ما صلاش بينهم صلاة. يبقى الموالاة في جمع التأخير سنة وليست شرطا، بخلاف جمع التقديم يشترط الموالاة ويشترط الترتيب ويشترط نية الجمع في الأول، ثلاث شروط في إيه؟ في جمع التقديم. إنما جمع التأخير شرط واحد بس في جمع التأخير، وهو نية إيه؟ الصلاة في وقت الأولى بتأخير، يعني إن أنا أنوي في المغرب قبل ما يجي وقت العشاء إن أنا هصليها مع العشاء، بس ده اللي يكفي. بعد كده بقى لا يشترط ترتيبا ولا موالاة، ده في جمع التأخير. عشان كده بيقول هنا في الآية في الحديث بيقول إيه؟ لما وصل مزدلفة قال نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة اللي هي صلاة المغرب، وكانت صلاة المغرب إنها في وقت العشاء، دل على أنها كانت جمع تأخير، فصلى المغرب وبعدين عمل إيه؟ ولا العشاء بعدها على طول، لأ، ثم أناخ، يعني إيه؟ جعل ايه الركوبات بتاعته تبرك على الارض، يعني ترتاح عشان ياخد ايه متاعه. ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله، يعني في مكان اقامته في مزدلفه، ثم اقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما، دل على انه لم يكن هناك موالاه لانها ليست شرطا، فان فعلها فلا باس. ونقف على باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.